السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عنك؟ الله يعزك. مثلا هذول هن كبار السن يا اخي، لا لهم راتب، لا لهم وظيفه، لا حد يقدرهم، في معناته يعني وين يروحون؟ يا مكان يعني يشتكون عدما، خاصه انهم قدموا خدمه للبلد وخدموا للبلد. خدموا البلد وخدمنا، خدمنا الجيش، خدمنا يعني اكثر من لازم. هسه انا قدم 3 مرات من السقوط لحد الان، ولا 100 معامله قدمت ما يطلعوا لي. هذا الا شغله الا يصير بحزب يلا يسوي لنا راتب، شنو بس فهمني. هاي المشكله ليش يا اخي؟ هاي المشكله يعني هذا الشعب ما حد يرعاه يا اخي، الله يقبله ما ترهم يا مو هاي يصير مشاكل، يصير قلاقل. بس انا قاعد مشغل، ادور شغل، ماكو شغل يا اخي، شو اسوي اروح؟ هالحاله شو نسوي؟ انا قدمت مرتين من السقوط لحد الان، اريد راتب حتى شلون طلعت؟ عندي ضغط، عندي سكر، عندي عائله كبيره يا اخي. ايش راح نسوي؟ بس هي بمن عد من نشتكي؟ والله مؤلم اللي تقول. ها؟ مؤلم اللي تقول. يا اخي والله العظيم انا قدمت عده مرات، ما ادري 56، اريد لي يسوي لي راتب ماكو، اريد احصل شغل ماكو. يعني شو نسوي؟ حتى لا جدي هم ما حد يعطيني يا اخي. يعني هني يقول لي بعدك نشت انت، روح شوف لك شغل. واهلك يطلبوا منك. واهلي يطلبون مني وعندي عائله وعندي ولد عازلين، والناس تفكر لي يا اخي انا ايش راح اسوي؟ هسه اعود ادور شغل، بلكت واحد يقول لي تعال شغلك. الله يعينك، والله ما اعرف اقول لك، الله يعينك. ايوه انا اشكرك حجينا، الله يبارك فيك، صحة وعافية ان شاء الله، ممنون، الله يحفظك.